ضمن استعدادات الإدارة العامة للمرور لتأمين سلامة الطلبة خلال العودة إلى المدارس، نظمت الإدارة محاضرات مرورية توعوية لتأهيل حراس المدارس بمركز التدريب التابع لوزارة التربية والتعليم وبحضور 150 فردا من حراس المدارس. طبعا الهدف من هذا البرنامج أو هذا المشروع تأهيل حراس المدارس للتعامل مع الحركة المرورية خاصة عند بوابات المدارس، طريقة انسيابها، منع أي حادث مروري أو أي مخالفة عند بوابات المدارس. الشيء الآخر هو تأمين سلامة طلابنا من دخولهم إلى المدرسة وخروجهم بأمان، وأخيرا مساعدة الطلبة في عبورهم للطريق ودخولهم للمدارس. طبعا احنا هذه تأهيل حراس المدارس شرطة خدمة المجتمع، يساعد شرطة المرور على التواجد في الشوارع الرئيسية، مراقبة الشوارع، تسيير الحركة المرورية في الشوارع الرئيسية، وطبعا كلنا احنا نكمل بعض وكلنا نكون في حلقة متكاملة، ونتمنى للجميع عودة آمنة بلا حوادث مرورية. تهدف المحاضرة إلى توعية الحراس بكيفية تأمين سلامة الطلبة ومساعدتهم على عبور الطريق أو الصعود والنزول من الحافلات ومركبات أولياء أمورهم بطريقة آمنة بعيدا عن الحوادث والإصابات. طبعا التنسيق موجود كل عام، قبل كل عام دراسي تبتدي ورش العمل المكثفة من خلال تواجد إدارة الثقافة المرورية في يعني قيامهم بعقد ورش تكثيفية لتوعية حراس المدارس والوقوف على المخاطر أو الحوادث اللي قد تقع، وتفعيل دورهم بشكل يعني إيجابي يسهم في الحد من الحوادث المرور اللي تقع بالقرب من بوابات المدارس، وتأمين دخول الطلبة والحفاظ على سلامتهم مع كل يوم بدء كل يوم دراسي يوم دراسي. كما اشتملت المحاضرات على طريقة التعامل مع الطلبة بأسلوب يضمن سلامتهم، إلى جانب تدريب حراس المدارس على كيفية التعامل مع الحركة المرورية وتنظيمها عند بوابات مدارسهم في إطار عمل تكاملي مع شرطة المجتمع.